ورحمة الله وبركاته مع حضراتكم دكتور رضا. إن شاء الله بإذن الله تعالى هنعمل تسجيل للمحاضرة، ملخص وليس المحاضرة كاملة، ده ملخص الناس اللي حضرت، عملنا أسئلة وعملنا كل حاجة وعملنا المطلوب في الكلاس ده. ده ملخص بسرعة جدا جدا على مراجعة الكلاس، زي عشان نعمل هدف الأونلاين للي محضرش يقدر يحضر في البيت، ملخص عن المحاضرة وليس محاضرة كاملة، دي ملخص بس للأيتيمز اللي احنا خدناها في المحاضرة. طيب احنا اتكلمنا على شابتر 2 في المحاضرة دي، المحاضرة دي بنتكلم فيها على البيزنس بروسيس، والبيزنس بروسيس دي بتتكلم على اننا في البيزنس بيبقى عندنا اكتيفيتي، والاكتيفيتي دي بنتاخد او بناخد عليها ديسيجنز. الديسيجنز دي وي نيدز انفورميشن تو تيك ا ديسيجن، الديسيجنز ريكواير سم انفورميشن، اند وي قسمنا او بنعملنا ديفيديشن للانفورميشن لفاينانشال ونون فاينانشال وانترنال واكسترنال، وشرحنا الموضوع ده باستفاضة في شابتر 1 الفرق بينهم وازاي فين الستيك هولدرز ومين الاطراف اصحابنا. بعد كده خدنا البيزنس سايكل واتكلمنا عليها في المحاضرة دي، وقلنا ان البيزنس سايكل دي بتبقى اوبريشن بيرفورمد اون داتا تو جنريت مينينج فول اور ريليفنت داتا، ودي بتتكون من الداتا انبوت بتروح للداتا بروسيس بتطلع في الاخر انفورميشن اوتبوت، وفوق بتبقى داتا ستورج. بعد كده خدنا ان البيزنس سايكل دي بيكون لها 5 ميجور ترانزاكشن، وقلنا ان دي ريفينيو سايكل، ودي بتاخد الفينيشد جود من البرودكشن سايكل وبتدي الفند او بروفايد فند تو فاينانسنج سايكل وبتعمل ريبورتنج سيستم. اما الاكسبندتشر سايكل ودي بتاخد الفند جيت فاندز فروم فاينانس وبتدي رو ماتيريال للبرودكشن سايكل وبنعمل ريبورتنج سيستم. اما البرودكشن سايكل فهي بتاخد الرو ماتيريال فروم الاكسبندتشر سايكل، جيت ليبر فروم اتش ار بيرول، وبنعمل بروفايد فينيشد جود تو ريفينيو سايكل. الليبر اللي هو الاجر، بروفايد داتا تو جنرال ليدجر اند ريبورتنج سيستم. الاتش ار بيرول ده بياخد الفند من الفاينانس وبيدي ليبر للبرودكشن وبروفايد داتا للسيستم. اما الفاينانسنج ف جيت فند فروم ذا ريفينيو سايكل، provide fund to expenditure and HR, provide data to general ledger and reporting system. The general ledger reporting system طبعا ده get all data from all cycles وبتدي information لل internal وال external user، او دي بتبقى مسؤولة عن توصيل المعلومات. بعد كده خدنا ال common business activity وال source documents، وقلنا ان بيبقى في document في الجزئيه دي، والجزئيه دي ان شاء الله في الماتيريال بتاعتنا هقول عليها اسئله في الريفيجن بتاعتنا ان شاء الله. الفيرست بروسيس اللي هي الداتا انبوتس، ودي الفيرست ستيب از بروسيسنج ترانزاكشن از تو كابتشر ذا داتا فروم ايتش ترانزاكشن ذات تيك بليس اور انتر ذم انتو سيستم. داتا انبوت از يوزوالي تريجرد باي بزنس اكتيفيتي. الداتا ماست بي كولكتد من الايفيدنس والريسورسز. عندنا الداتا انتري بتكون في شكلين، يا هيستوريكالي يا اما بتبقى nowadays. هيستوريكالي البيزنس كولكتس داتا اباوت ذير بزنس ان بيبر، يبقى بيبر ريسورسز، ودلوقتي بقت كمبيوترايزد او بقت اوتوميتد. السكند بروسيس ودي الداتا ستورج، الداتا ستورج ديت لازم ان احنا نخزن الداتا، وعندنا اسلوب تخزين الداتا بيكون في كونسبت او بيزك كونسبت اللي هو ليدجر. It's a file used to يعني store ال cumulative data أو ال cumulative information of data. عندنا ثلاث أنواع، ال general ledger و ال sub ledger و ال chart of accounts، وعرفنا الثلاثة دول في المحاضرة وقلنا معناهم باستفاضة. ال general ledger هو بيكون summarize لل accounts كاملة، يعني لما نيجي ناخد ال money، لما نيجي ناخد ال cash، لما نيجي ناخد accounting receive او نعمل لهم summary for each account، ده بيكون في general ledger. اما لما بقى بنجيب الديتيلز او الموفمنت بتاعت كل account، الديتيلز والموفمنت بتاعت كل account، ده بيكون sub ledger او subsidiary ledger. ولما يبقى بقى في list من general ledger ده بيسمى chart، والحاجات دي كلها بتبقى balance بتروح للترايل balance، يعني احنا بناخد البالانس من الليدجر عشان نعمل الترايل بالانس. فيبقى احنا هنا عندنا وسيله التخزين الاولانيه هي الليدجر، وخلي بالك ان الليدجر
بيطلع بعديه الترايل بالانس، واللي بيبقى فيه اكونتس بالانس هي الترايل بالانس. بعد كده خدنا الوسيلة التانية للتخزين وسميناها الكودينج، وخدنا عملية الكودينج دي وقلنا إن الكودينج دي بنعملها systematic assignments of numbers or letters to items. يعني أنا بغير ال assignments أو ال number to items، زي مثلا يكون عندي ميزانية عمومية فيها أصول وفيها التزامات، فببدأ أقسم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية اللي هي ال assets وال liabilities وال owner equity، بديها numbers، بحول ال numbers والكلام ده كله ل item، وليكن مثلا A1 يعني أقصد ال asset number 1، A2 A3 A4 A5 ده ال asset، L1 L2 L3 L5 ده ال liability، O1 O2 O3 ده ال owner equity. وأنا بالتالي كده حولت الأرقام الى ايه بقى، الى ايتمز، الى رموز كده، وشفت ايه الفرق بينهم. العمليه الكودنج دي بيبقى لها ثلاث انواع: سيكونس كودنج، وده الايتم فيه بتبقى نمبرد، ودي بيبقى الهدف منها ان ما يبقاش فيه نو جابس وكله اكاونتنج فور او كله اكاونتد، بيبقى معدود، ما عندناش دوبليكيشن، ما عندناش دوبليكيتد نمبرز. طب النوع الثاني بيبقى عندنا البلوك كودز، ودي بلوك اوف نمبرز ويز ان نيوميريكال سيكونس، بيبقى في كاتيجوري مختص بالحد، وبالتالي بنحط كل واحده في الكاتيجوري بتاعها او الخاص بيها. اما النوع الثالث الجروب، ان احنا بنجمع الاي او بنجمع البي او نجمع اللايبيليتي او نجمع الاونر في جروب واحد، ده بيسمى جروب. الجايد لاين لازم يكون فيه كونسيستنسي بين الكودز، الكود شود allow for growth in number، لو الارقام زادت should be simple، يكون بسيط consistent، متسق مع الاستراكشر بتاع الشركه والرؤيه بتاعتها والاوبجكتيف بتاعتها. بعد كده خدنا الكمبيوترايز بيز ستورج كونسبت، في انتيتي ده الرقم اللي which information is stored، attribute ده الكاركترستيك في الانتر في الانترست with respect to the entity that needs to be stored، خصائص المعلومه اللي احنا عايزين نخزنها. كل انتري لها اتريبيوت معينه خاصه بيها، وبالتالي بتختلف from different alternative في الفيلد، ده البيزك سبيس وير ذا اتريبيوت از ستورد، ده اللي هو الكولوم والرو الكلام ده. في الريكوردد ده السيت اوف فايل فيلدز ذات كونتينز داتا اباوت فيروس اتريبيوت اوف سيم انتيتي، واخيرا داتا افيلابل اللي هي قيمه المعلومه المسجله. طيب في عندنا تو فايلز اللي هي الماستر فايل والترانزاكشن فايل، ده بيبقى ريكورد معين بخزن فيه بيانات عن الاورجنايزيشن او بخزن فيه عمليات عن الـ individual transaction اللي هي events that occurring during physical year او physical period. عندنا كمان database ودي بتبقى interrelated generated coordinating file، بنقدر نقسم بين الفايلات دي كلها. احنا اتكلمنا على شابتر 2 في المحاضره دي، المحاضره دي بنتكلم فيها على البيزنس بروسيس، والبيزنس بروسيس دي بتتكلم على اننا في البيزنس بيبقى عندنا اكتيفيتي، والاكتيفيتي دي بنتاخد او بناخد عليها ديسيجنز، الديسيجنز دي وي نيدز انفورميشن تو تيك ا ديسيجن، الديسيجنز ريكواير سم انفورميشن، اند وي قسمنا او عملنا ديفيديشن للانفورميشن لي فاينانشال والنون فاينانشال وانترنال واكسترنال، وشرحنا الموضوع ده باستفاضه في شابتر 1 الفرق بينهم وازاي فين الستيك هولدرز ومين الاطراف اصحابنا. وقلنا برضو ان الدوكيومنت دي ممكن تكون برينتد او ستورد الكتروني. خدنا الريبورتس بتبقى بريبيرد فور بوست انترنال واكسترنال يوزر، بس اتفقنا ان هي لو للمانجر بتبقى انترنال، لو لناس خارج المنظمه بتكون اكسترنال.
كده بنكون خلصنا ملخص للمحاضرة دي، فيها جزء في الآخر إن شاء الله ده هنعيده مع محاضرة بكرة مع شابتر 3 بإذن الله. أشوفكم على خير بإذن الله تعالى، أشوفكم على خير. بكرة مهمة، محاضرة مهمة جدا جدا جدا، يعني أوصيكم بالحضور، وإن شاء الله أشوفكم على الأقل عشان أقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله.